السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا شباب، يلا نراجع المحاضرة سريعا كده. مش عايزين ناخد مش عايزين يعني تاخد من هنا وقت. المحاضرة بتتنا بعنوان الثيرابيوتيك نيوتريشن، يعني التغذية، يعني التغذية العلاجية. تمام. طبعا كفى بالموت واعظة، يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت قد يأتي بغتة. وطبعا اتفقنا إن احنا ندعي لمحمد بسوقي. الثيرابيوتيك نيوتريشن، السلايد الجديدة على المحاضرة، بيقولك إن النيوتريشن ديت انتجرال بارت من عملية التغذية العلاجية، أو من عملية الرعاية الصحية، يعني اللي هو الديزيز مانجمنت، يبقى انتجرال بارت. تمام. بعد كده نتكلم عن الديفينيشن والجولز والخمس أمراض بتوعنا. تمام. اول حاجه بالنسبه للديفينيشن، ثيرابيوتيك نيوتريشن معناه ان احنا بنستخدم نيوتريتس معينه عشان يعمل سبورت الاميون وللهيلينج سيستم، عشان نقلل الكورس والاوت كام بتاع اي ديزيز. وطبعا بنستخدم التغذيه العلاجيه كحاجه بريفنتيف، كحاجه وقائيه وكثيرابي. طب احنا بندرس التغذيه العلاجيه علشان نعرف ايه هي النيوترينتس او المواد الغذائيه البايو افيلابل والابروبوشيت اللي انا محتاجها، اللي انا محتاج اخدها واللي انا محتاج ابعد عنها، بناء على الحاله الصحيه اللي انا فيها حاليا. وطبعا بتعمل ريدكشن للانفلاميشن، بما انها طبعا بتقلل الكورس. تمام. وبرضه بتقلل مفعول التوكسينز اللي بتدخل الجسم. تمام. بيقول لك ان الكلينيكال نيوتريشن ديت العمليه او الموضوع او النظام اللي احنا بنعمل بيه دياجنوزس، لما احنا يعني نعمل دياجنوزس او مانجمنت او بريفنشن لاي مرض سواء اكيوت او كرونيك، ترتب على نقص او زياده نيوترينت معين او عنصر غذائي معين. بيقول لك بقى ان اي عمليه غذائيه سواء كانت بريفنتيف او كرييتيف بتتم على عيان، على اي عيان، فاحنا بنسميها كلينيكال نيوتريشن. برضو السلايد ديت جديده فخلي بالنا منها. تمام. بعد كده نمسك الامراض بتاعتنا مرض مرض. اول مرض معانا هو الجرد، اللي هو الجاستروسوجيال ريفلكس ديزيز. طبعا احنا قلنا ان الصمام فيه مشكله، فما بيقفلش كويس بعد دخول الاكل للمعده، وبالتالي اتش سي ال والانزيمات الهضميه اللي بتتفرز على الاكل في المعده بتتسرب من المعده للمريء، وربنا ما زودش المريء بالحاجات اللي تحميه زي ما عمل في الاستومك، وبالتالي الاتش سي ال والانزيمات الهضميه دي تتاثر على جدار المريء وهتعمل فيه تاكل. تمام. افويد ايه؟ طبعا الادويه اللي بتؤدي الى ارتخاء الصمامه والاسفنكتر. ده الاسفنكتر كان اسمه ايه؟ كان لور اسفوجيال ريفلكس، لور اسفن لور اسفوجيال اسفنكتر. طبعا الادويه ديت اللي هي انتي كولينرجيكس. تمام. الحاجات بقى اللي بتزود افراز الاتش سي ال اللي هو الشاي والقهوه اللي هو الكافيين عموما، والتشوكلينج والتشوكلت، والهاي فات ميلز، وان احنا ناكل وان احنا ننام بعد الاكل بساعتين ثلاثه. وطبعا الحاجات اللي بتهيج جدار المريء زي السموكينج والبيبرمنت. تمام. طب الكونسيوم بقى احنا نستخدم ايه ونكتر من ايه؟ طبعا احنا قلنا ان نكتر من اللحوم البيضاء اللي هي ما بتاخدش وقت طويل في الهضم، وبالتالي مش محتاجه كميه كبيره من اتش سي ال، وبالتالي نسبه افرازه هتقل ونسبه تاثيره على جدار المريء هتقل. وطبعا السمول فريكوينت ميلز. تمام. وان احنا نشرب قهوه، وان احنا نشرب ميه كتير، وناخد فايبرز كتير، علشان ده بيساعد على الهضم. تمام. وطبعا هتوقف الفيديو على الصوره ديت وتشوفها كده. بعد كده بقى البيبتيك ألسر، احنا قلنا ان ربنا خالق في جدار المعده فلورا معينه فيها بكتيريا نافعه بتحمي جدار المعده اللي هو مصنوع من بروتين اصلا، بتحميه من الاتش سي ال، من تاثير الاتش سي ال عليه. ولكن في بكتيريا ضاره اسمها اتش بولوري بتؤدي الى فقدان البكتيريا النافعه ديت، وبالتالي جدار المعده بيكون موجه مباشره تجاه الاتش سي ال، والاتش سي ال موجه مباشره تجاه جدار المعده، وبالتالي بي 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 بيحصل تاكل يعني. تمام. طب نتجنب ايه بقى؟ نتجنب الحاجات اللي بتزود افراز الاتش سي ال زي الكافيين وزي الشوكليت وزي الميلك وزي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الكاتافلام والاسبرين، وطبعا الفرايد والفاتي ميلز. ونتجنب الحاجات اللي بتزود نسبه الاتش سي ال برضه، زي ان احنا ننام بعد الاكل مباشره، واللارج كوانتيتيز في الميل، الوجبات اللي فيها كميات كبيره. وطبعا الحاجات اللي بتعمل ريشيشن زي البلاك بيبر.
تمام. طب نزود بقى من ايه؟ من السمول فريكوينت ميلز طبعا عشان مش محتاجه اتش سي ال كتير، والاكل اللي فيه بروبيوتيك علشان ديت بكتيريا نافعه بتعوض فقدان البكتيريا النافعه اللي تم فقدها من الفلورا. البروبيوتيك دي بتبقى موجوده في اليوجر اللي هو الزبادي. وطبعا برضو نزود من الانتي اوكسيدنت والاوميجا 3 والاوميجا 6 فاتي اسيدز علشان ديت بتساعد على الهضم وبالتالي بتقلل نسبه افراز الاتش سي ال والانزيمات الهضميه. تمام. الكونستيبيشن قلنا الكونستيبيشن هنقلل السكر والدايري برودكت، والدايريه برضه هنقلل برضه من السكر والليجمز والكحول والبلاك بيبر. طب بالنسبه بقى الكونسيوم في الكونستيبيشن في الامساك، هنكتر من الميه اقل حاجه 2 لتر يوميا، وهنكتر برضه من الفايبرز. طب بالنسبه بقى للدايريه هنكتر من ايه؟ الدايريه هنكتر، هنجيبها من تحت لفوق زي ما احنا قلنا، هنكتر من السمول اماونت، او هناخد يعني سمول اماونت، سؤال امتحانات، سمول اماونت من الفيجيتابلز والفروتس. تمام. وطبعا هناخد الكربوهيدرات والاكل اللي فيه نشويات كتير، واهم حاجه في المحاضره كلها البراد دايت اللي هو الموز والرز والابل سوس والتوست. تمام كده. طبعا احنا نصيحة الدايرية هيت، لو انت لو الشخص كان عنده دايرية لمدة 3 ايام او انها مصحوبة بهاي فيفر او سيفير النس وي بلاد ان ستول، فلازم يروح للامرجنسي على طول، وطبعا يتجنب الديهايدريشن ويكتر من برات دايت ويجرب البروبيوتيك يوجرد. تمام. الاريتابل باول سيندروم اللي هو التهاب القولون العصبي، يعني قلنا طبعا احنا هنتجنب ايه؟ هنتجنب السكر والسبايس والبروسيس دي فود والليجنز، علشان الليجنز ديت بتعمل غازات في البطن، وده طبعا بيهيج القولون اكتر من هو متهيج. تمام. طب نزود ده من ايه وناخد ايه؟ ناكل ايه؟ ناكل فايبرز ولكن بحكمه، ويزلي، نشرب ميه كتير قوي، وطبعا ناخد فود دايريز، واهم حاجه عندنا هي البري بايوتيك والبرو بايوتيك. تمام. بعد كده بقى ايه الفرق بين البرو بايوتيك والبري بايوتيك؟ البرو بايوتيك دي زي ما اتفقنا ان هي مايكرو اورجانيزم شبه الجود بكتيريا اللي موجوده في الجي اي تي، وبتؤدي الى او بتساعد في الري بوبيوليشن بتاعت الجود بكتيريا، وبتقضي على الباد بكتيريا موجوده بقى في اليوجرد والبيكل والتشيز والكلمات الغريبه اللي موجوده عندك دي. تمام. طب بالنسبه بقى للبريبيوتيك، البريبيوتيك دي عباره عن فود او نيوتريشنال سبستانس يعني كده، وبتبقى اندايجستبل في القولون، وبيتغذى عليها الجود بكتيريا علشان تتكاثر وتنمو والكلام ده كله. بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الاونيون ولا ما اعرفش ايه، البصل يعني، والعسل والموز. تمام. ودي كده مقارنه ما بينهم. احنا كده خلصنا المراجعه وكده الحمد لله المحاضره بتاعتنا كلها يعني خلصت. اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وطبعا بكرر عليكم تاني، محدش ينسى محمد في دعائه، ومحدش ينسى يعني يفتكر ربنا يا شباب، ما تفتكروش محمد بس، افتكروا ربنا كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالتوفيق دايما يا رب.